كالعادة مشاهدينا بنبدأ بحضراتكم أهم الأخبار والفقرات في صباح الخير يا مصر، ومن أهمها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة واللي بينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد. من المقرر أن يشمل المعرض اللي هيقام تحت رعاية سيادة الرئيس عدد من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.